دائما وابدا نطلب العون والتوفيق والسداد والنجاح. احييكم واجدد لكم التحيه واللقاء بحضراتكم عشاق الاصاله ومحبي هذه الرياضه العربيه الاصيله اينما تتابعونا من كافه اقطار العالم عبر التواصل الاجتماعي. نحييكم في صباحيه هذا اليوم يوم الاثنين الموافق الرابع من شهر 12 لعام 2017 للميلاد ضمن هذه التحديات وهذه المنافسات وهذه الشارة شارة التمهيد الخاص لسن الحقايق من مسافة 3 كيلومترات. نسير على بركة الله وتوفيقه وينطلق على بركة الله. الشوط الأول الرئيسي للإبكار، تنطلق الأماني والطموح، تندفع هذه الشعارات التي قدمت من جميع ميادين الدولة لخوض المعركة في تحدي هذا الصباح على أرضية ميدان سيف العرب في دانة الدنيا دبي مباشرة إلى المقدمة والصدارة. والمركز الأول حدث صالح بن حمد بن حمدان الوهيبي من تتصدر الإبكار وتندفع على مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني يتابع القادمة هنا أديال لحمد بن عبد الله بن علي بوهليبة الفلاسي بينما جدة على المركز الثالث في هذه اللحظات من تتقدم وتنطلق في المركز الثالث. هذه عجائب لسهيل بن حمد بن سالم العفاري تحتل المركز الثالث. أما في المركز الرابع يا سلام هذه هي صبا سالم بن سعيد بن كاظم المسافري بينما اللي تحتل المركز الخامس هذه هي بها لسالم بن خلفان بن راشد الشامسي من تحتل المركز الخامس. هذه هي النتيجة والنداء للخمسة المراكز الأولى. الله 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 على الأسماء القوية اللي خلف الكادر الإعلامي. ما بعد الخمسة المراكز الأولى قادمة لهذه المنافسة الشيقة ونعود إلى الصدارة. أعود إلى حدث هنا من تحتل المقدمة الأولى والبداية في هذه اللحظات. هذه هي اللي تعود ملكيتها لصالح بن حمد بن حمدان الوهيبية بينما في المركز الثاني اللي تتحرك عجايب سهيل بن حمد بن سالم بن سعيد العفاري والقادمة هناك والوصل سبا لسالم بن سعيد بن جاسم المسافر من تاتي على المركز الثالث. ورابع التحديات سرابه لسالم بن محمد بن عبد الله اللي حافظ جوله الاوامر نهائيه. حرك وروح يلي تبي السلامات يلي تبي الانتصار. من يرغب بالشوط الاول الرئيسي يحرك ويروح مع الخمسمية متر الاخيره والشاهنية غادمة مشاهدين الأعزاء. عزيز بن سعيد بن سلطان اللي يحافي مشاهدين الأعزاء يأتي بانطلاقة الشاهنية. سلام يا سلطنة سلام يا الأبيض سلام على هذه الأداء التي تقدم الشاهنية. مشكور يا أبو سعيد عزيز بن سعيد اليحافي على هذا الأداء التي قدمت لنا الشاهنية. السلالة الشاهنية تعبر بالسلامات إلى أيضا ميدان الأبيض في ولاية المضيبية لحظة وصولها واختطافها لأول الأشواط. شكرا يا أبو سعيد. المركز الثاني أتت في حدث لصالح بن حمد بن حمدان الوهيبي والمركز الثالث صبا لسالم بن سعيد بن كاظم المسافري. ورابعا مشاهدين الاعزاء اللي وصلت فيه على المركز الرابع من
المركز الرابع اللي وصلت فيه سرابه لسالم بن حمد بن عبد الله اليحافي، وخامسا فكان من نصيب اللي هي الفايزه سيف بن محمد بن ضاحي الرميتي. ما شاء الله وتبارك الله على هذه الانطلاقه الاولى والمسيره الاولى التي سارت بهذه المنافسه وهذه التحديات الشيقه مع هذه الفئه العمريه ما شاء الله الشاهنيه التي حسمت الامور وايضا فازت بناموس هذا الشوط. قطعت مسافه السباق في زمن مقداره 4 دقائق و34 ثانيه. تهانينا وناموس لعزيز بن سعيد بن سلطان اليحافي على فوز الشاهنيه في اول الاشواط، وتذهب بالسلامات الى اهالي ولايه المضيبي والى ميدان الابيض بالتحديد. تهانينا والناموس له على هذا الفوز في اول الاشواط.